الدكتور عرس يا خطير بقول بعد ما يجي الحمد لله متابعتنا حق الدوري سمو الشيخ خالد بن حمد سنة عن سنة قاعد يتطور، نشوف التغطية الإعلامية متميزة جدا، خاصة أنها هي قاعدة تغطي 6 دوريات في دوري واحد في بطولة واحدة. مستوى التنظيم جدا جدا رائع، المشاركة، الحضور، نشوف يعني في اهتمام على مستوى اللجنة المنظمة العليا ونازل الشباب الإداريين الموجودين، الجميع المهتم في البطولة علشان تظهر بصورة اللي تليق باسم سمو الشيخ خالد. طبعا احنا فخورين جدا جدا بمبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد، وطبعا فخر لنا 83 فريق عمل بحريني يشتغلون داخل وخارج البحرين للرياضة، وخاصة رياضة كرة القدم. والأحلى شيء اللي احنا وايد مستانسين انه فعلا في 8 فرق من سيدات ونساء، هذه مبادرة حلوة ونتمنى يزيدون، ونتمنى تكون في فرق عمل للمدارس الحكومية والخاصة من سيدات من بناتنا، ويا ريت حتى الجامعات البحرينية يكونون من ضمن الفرق. أول شيء حبيت أشكر اللجنة التنظيمية على دعوتهم لي لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد، وأشكرهم على تنظيم الروعة صراحة والمميز على أعلى المستويات، وأشكر سمو الشيخ خالد على اهتمام الرياضة النسائية، وهاي الشيء احنا بعد بدورنا كنساء كنا وايد نسعى له، فهو شيء وايد حلو انه في البطولة السادسة صار في وصل عدد الأفرقة ل 83 فريق، هاي الشيء وايد وايد مستانسين عليه احنا كفئة نسائية، وان شاء الله يا رب البطولات الجاية وتكون على مستوى أعلى وعدد الأفرقة تكون أكثر ومشاركين أكثر. طبعاً أنا صار لي سنين ما دخلت هذه الصالة، واليوم أدشها وأنا أشوف فريق أو فرق للبنات مشاركين في هذه الدوري. أنا سعيدة جداً وفخورة جداً بأي امرأة بحرينية، سواء في المجال الرياضي، مجال المسرح، كل المجالات طبعاً. طبعاً تشرفت اليوم بحضوري هنا للدوري سمو الشيخ خالد بن حمد، اللي أنا جداً جداً فخورة أشوف فئة فتياتنا اليوم، دوري الفتيات اللي هو ابتدى أمس وإن شاء الله اليوم وغدا، مستوى مشرف، التنظيم من الأساس كان يعني انبهرت بمستوى التنظيم والقائمين عليه، الحمد لله شيء مشرف، وحتى مستوى فتياتنا الدوري ككل دوري سمو الشيخ خالد بن حمد شيء نفتخر فيه، وخصوصا هالمره اللي فاق 80 فريق، وكذلك جمع 6 دوريات في دوري واحد وفئات مختلفه. هذه ال3 ايام لدوري الفتيات، لكن في فئات ثانيه في دوري ذوي العزيمه، في دوري الانديه وما الى ذلك. ان شاء الله نشوف فئات اكبر واكبر تنضاف الى الدوري. هاي مبادره حلوه بالنسبه حق سمو الشيخ خالد بن حمد،
بالنسبة حق الشباب والشابات، أوكي، خصوصاً في الفترة الصيفية، على أساس إنه يشغلونهم بأشياء مفيدة لهم. وعندهم تقريباً 83 فريق، أوكي، وأمس ما شاء الله عليهم كملوا 100 مباراة، وهذا شيء طيب. طبعاً بطولة خالد محمد غنية عن التعريف، هي تضم نخبة من اللاعبين الهواة، وما شاء الله حتى لاعبين المنتخب أشوف عندهم اهتمام كبير أن ينضمون ويلعبون هذه اللعبة. اللعبة في تطور مستمر، وخاصة عدد الفرق في تزايد، واللعبة قاعدة تضم لاعبين من فئة الشباب وفئة والعنصر النسائي حاضر بشكل جميل، وبالإضافة إلى ذوي العزيمة. طبعاً تنظيم صعب الواحد يتكلم عنه، لأنه ما شاء الله في تطور مستمر، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق للقائمين على هذه البطولة، ونشوفها إن شاء الله تتوسع بشكل أكبر. اليوم كانت يعني ما كانت سهلة، بس أخذنا وقت عشان نفهم كيف الفريق الثاني يلعب، لما يعني قوينا نفسنا وقدرنا ويكم باك في الشوط الثاني. هو شوية أن إحنا من أول وإحنا قاعدين نساعد للمباريات هذه، فالناس اللي ما يعرفون أنه في لك في الموضوع، ففي حظوظ أحياناً يعني تجينا هجمات أكثر أقل، فيعني المباراتين كانوا فيهم تحدي، بس الحمد لله فريقنا كان على قد التحدي الحمد لله. تعلمنا من أخطائنا، تشجعنا مع بعض، كان في روح، كان في اتحدنا مع بعض إن نقدم أداء أحسن من أمس، والحمد لله فزنا. زين، هل تحس إن الفريق الثاني كان أضعف منكم اليوم؟ لا، الفريق الثاني ما كان أضعف منا، وكنا نفس المستوى، بس يمكن خبرة أكثر أو إن إحنا اشتغلنا مع بعض أكثر. ولا هدف، شوي صار لنا تواتر وعدم تركيز وشي. إنزين، شو استعداداتكم حق الأيام الجاية؟ إن نلعب عادل ونشيل التواتر وإن شاء الله نفوز يعني في المباراة الجاية. يمكن سر فوزنا اليوم ثاني على التوالي ان كل مباراه نحط لها اهميه ونحترم فريق الخصم، يمكن هاي الشيء اللي يخلينا نقدر نفوز في المباراه، وان شاء الله استعداداتنا حق المباريات الثانيه ان نقدم افضل ما عندنا ونفوز في كل مباراه عشان ان شاء الله ناخذ البطوله.